السلام عليكم أصدقائي، دعني أعطيك اليوم مفاجأة، مفاجأة جميلة جدا، سوف تطير من الفرح اليوم. ما هذا البرنامج؟ هذا البرنامج رائع وجميل جدا وعسل عسل. لماذا يا صديقي؟ لأن هذا البرنامج يقوم بترجمة الألعاب، ترجمة البرامج باللغة العربية أو بأي لغة بدون أي مجهود، وهذا شيء خرافي جدا، خاصة للناس الذين مثلا يدخلون إلى لعبة لا يفهم اللغة الإنجليزية أو لا يفهم اللغة الفرنسية، أو يدخل إلى تطبيق الصين لا يفهم الصينية مثلا. اليوم يمكنك أن تلعب أي لعبة بأي لغة كانت بهذا البرنامج الرائع جدا. بعد تثبيته تعطيه الصلاحية الكاملة وسوف يظهر معك بهذا الشكل. إذن هنا المكان المكتوب فيه سورس، مثلا أنا أريد أن أدخل إلى تطبيق فيه اللغة الإنجليزية، إذن سأختار في لغة السورس أختار اللغة الإنجليزية، يعني لغة المحتوى الذي سوف أقوم بمترجمته. ثم ماين هي لغتي أنا، لغتي الخاصة، نختار فيه العربية، هذا جيد. ثم نضغط هنا نعطي ستارت، هو سوف يعطيك هذه الأيقونة التي هذا الشكل، يعني نضعها في أي مكان. تعال الآن نجربها في لعبة، مثلا هذه لعبة إنجليزية. إذا شاهد هنا السحر مثلا، دعني مثلا نقول أن هذا عرض مثلا في اللعبة ولا أفهم ماذا يقول. سوف نضغط على هذه الأيقونة الترجمة مرتين، إذا كما ترى هنا تم الترجمة، مكافأة فريدة من نوعها، المخزون. كذلك نترجم سطح المكتب بشكل خرافي جدا، لاحظوا معي. إذا وفي هذا المكان أيضا نستطيع أن نقوم بترجمة، كما ترون سوف تلاحظون بأن هذه مجرد صورة. نعم أنا وضعت لكم صور للترجمة، لماذا؟ لأن البرنامج الذي أسجل به الشاشة لا يلتقط الترجمة، لذلك قمت بالتقاط صورة للأشياء التي قام بترجمتها كي أضعها لكم في الفيديو وكي تروا الترجمة. الآن يمكنك أن تستمتع بكل هذه الألعاب الرائعة جدا التي باللغة الإنجليزية مثلا، يمكنك أن تقوم بتحميلها وتقوم بترجمتها إذا كنت لا تفهم شيئا، وهذا شيء جميل جدا. كذلك البرامج، إذا كنت تعمل البرامج المونتاج وغير ذلك سيسهل عليك العمل بشكل كبير جدا. فلا تنسوا من ضغط لايك واشتراك ونرسل الفيديو إلى أصدقائك لتعم الفائدة، وإلى اللقاء.